سلام عرشال. سلام. شو يا ابو جمال ناجي ابو ضاهي؟ طول بالك علينا شوي تكه وبيكون هون. مشي. سلام عليكم يا رجال. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا معلم نوري. اهلين استاذ. شو يا فارس؟ صاير عم تعمل لي مشاكل بالحارة؟ اني مشاكل هي؟ ها! اني مشاكل هي؟ اليوم الظهر ما عملت مشكلة مع عبود الازعار؟ اه؟ طيب وانت مين قال له؟ العصفورة! مين قال لي؟ فاعل خير! ايه يعني عدم مؤاخذة بس فاعل الخير والعصفورة كذابين بلا منودية. ليك؟ سلام عليكم. سلام عليكم. اليوم رح نحكي آخر جزء من قصة البطل أبو زيد الهلالي. الله الله عليك! بطل التاريخ والفارس المغوار. مثله ما شافت حدا بين البلاد. لك عبود خير شبك وشك ما عم يتفسر. خير؟ منين بده يجي الخير؟ ها؟ ما سمعتوا للزعيم بإذنك بده يقلعني برات العارة؟ لا قسما بذات الله لو حدا تاني كان عم يحكي الكلام، لكن شخدته قدام الخلايق. يستر على عرضك، يستر على عرضك يا أبو ضاي، ما بدنا مشاكل. بعدي والله شفت لك الفارس شب زقرت معدل ما في منه. ضروري تضربه وتروحوا للزلمة، ما قلنا الزعيم ما بدنا مشاكل. إيه وبدك ياني أنا أسمع للزعيم؟ اسمع ولا حريمي، أنا كل يوم بدي أعمل عي وكل يوم بدي أعمل مشكل. وإش كان في رجال بيناتهم بالحارة يجي واجهني؟ لك عبود بدي أسألك، أنت قدو للزعيم أو شكري؟ لك زكو أنت عندك للسر مطرح؟ بير ماله غرار. حدا قال لك شي مرة أنك حريمي؟ لا والله ما حدا قال لي. إذا رح قال لك زوز كلام، أنت حريمي ومكتر ميحي؟ عرضية. وراح أبو زيد هو ورفيقه دياب من غانة ليجيبوا راس الزيناتي خليفة. سافروا برحلة طويلة من أرضهم لأرض الزيناتي وشافوا الويلات بهي الرحلة. وبيوم من الأيام كان دياب وأبو زيد نايمين بهالبرية وإذ بيطلع لهم ديب أسود مكشر عن نيابه. يا باطل! السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلي زكو شلونا؟ أهلي معلم عمود. شاي لهون. شاي ما عنا. اتنين قهوة لهون. كمان ما عنا. اشرب مليسة. اتنين مليسة لهون. ما بينعز عنك قبضاي. مثل ما لك شايف القهوة مليانة خزينة العين ومشاريب ما عنا. لا
كأنك عم تقلعني يا جماعة. فهمها مثل ما بتفهمها بضاي. شو علي؟ خلصت. امشي إذا تكون شو عندي بالبيت. عرضية بعد معبود عرضية. يلا السلام عليكم. العافية. دربي سد ما يرد. كمل ابو طاهر كمل. شوفي نوري ليش هيك معصب؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ مانك شايف حالك شلون؟ ما في شيء، قلت لك ما في شيء، يا انتفسي ونامي يا اطلعي لبرا. ليش هيك لك نوري؟ ليش؟ لك ليش سكت له؟ اقسم بالله لا تفلك بارضك يا عبد. الصباح رباح. انا بدي افهمه انه شلون معلم نوري وسكرتيته مراجله بيسكت له العبود شلون؟ طيب معقول يكون خايف منه؟ شو عم تحكي لك يوسف؟ هلا نوري بده يخاف من عبود؟ معقول انت يا استاذ ياسين؟ مو عبود قرايبك وابن خالتك؟ ليش هيك عم تحكي عليه؟ رجاني يا شباب لا بقى حدا يقول انه عبود ابن خالتي. عبود واحد ازعل وقتل قتله، ما بيشرفني انه يكون ابن خالتي. تصبحوا على خير. وانت بخير. انت بخير. شرف الشرف. ايه بعرضي يا عبود، انك زلمه من ظهر زلمه، جبت له مناخيره لهذا نوري بالارض. لغلقان عمي شكري لك، بنعجبك نحن. قادر ما عرفهمه علينا، يعني ما بيحسب ما بيسلم، يعني نوري ما رح يجيب على خير. يا ميمتي لسه كل ما دق الكوز بالجره بيقول لي نوري، يعني شو بده يعمل نوري؟ بلا شو بده يعمل فهمني. لك انا شو بعرفني انا؟ لك لو بده يعمل كان اليوم عمل وفرجانا. بس حريمي شفت شلون؟ هذا الكلام اللي بينسمع. بتعرفوا شباب؟ والله هلا ابو جمال له مني وحده. الله وكيلكم. لك انا بيقلعني من القهوه؟ ايه؟ شو علي؟ شو علي يا ابو جمال؟ لك فاطمة؟ فاطمة وين الجبنة؟ ليكني يا اخي ليكني. لك خلصيني. ليش هيك على الواقف عودكم؟ ما بدي هلا اذا فاق اخوك ولقاني بيعمل لي طرنة بروح على الفرن. طب خذ لك شفة خيارة. ما بدي. يلا خاطركم. مع السلامة. الله معك. اليوم يومك يا عبود الكلب. صباح الخير. صباح الخير بنت عمي. شو وينو فارس ونوري؟ فارس يا مو راح عالفرن. اهلين يا مو نوري، تعت امي تعفطر. شو ما بدك تاكل؟ شو بو جوزي؟ لا يحرمنا اياك يا معلم نوري، نحن براك لا شيء، انت الشيء ونحن لا. وينه صاحبه؟ مين؟ عبود. عبود شو بعرفني؟ وينه؟ بيكون ببيته. ليه؟ ليه؟ سيف اهلين. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. مرحبا معلم. اهلين سيفو. اهلين نوري. اهلين عمي. ليش قاعد هون؟
في شيء هيك عم تستنى جماعه. عم تستنى عبود مو هيك؟ شو عرفك عمي؟ مو ضروري تعرف شو عرفني. انا ما قلت لك انه ما بدي مشاكل؟ معك حق زعيم، بس عبود امبارح تمادى معي، ولو ما انت موصيني ما مد ايدي عليك كان صار شيء ثاني. بس انت على راسي وكلامك على راسي زعيم. طيب وهلا شو اللي خلاك تكسر كلمتي؟ ها والله ما قدرت يا زعيم. طيب امشي معي على المطار، يلا امشي. معلش زعيم خليني اقوم. عم اقول لك امشي. بامرك. معناتها القصة مو قصة انه عم بيستنى جماعة. شو قلت يا ابي؟ اه لا ما في شيء، انتهي بشغلك. اعطيني شي كوساية خلي. قيمي ايدك. ليش عم تضربيني؟ وليه؟ وعم تجاوبيني كمان؟ شبك يامو شوي شوي على اختك، مالك شايفتيها يامو كيف عم تجاوبني صاير جوابها ادراسها، هلا كل هالشي مشان كوساية؟ هذا بدل ما انت تعلميها؟ ولا شو لعلمها؟ بكير عليها. بكير؟ استني عليها سنتين ثلاثة لتلاقي الخطابين طوابير على الباب من شانها. معلش نوري معلش بدك تطول بالك. ورجال الحارة زعيم. شو بهم رجال الحارة؟ الكل كان قاعد وقت صارت القصة زعيم. هلا بيقولوا خفت وما ردت له اياها. اترك الحارة ورجالها علي. كلامك على عيني وراسي زعيم. بس هذا الولد إذا ما تربى رح يضل يعمل مشاكل بالحارة. اترك عبود علي. دبره عندي. بس هيك ما بيصير زعيم. قلت لك عندي نوري. ايه انت بتؤمر عمي، منت على راسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام عليكم على نوري. اهلين. اهلين اخي. لك تأخرت لك اخي. روح على شغلك. مرحبا معلم نوري. اهلين بسيف. ابن سلم عليك. اهلين وسهلين امرني. وين الخبزات اللي وصاك عليهم؟ كم كيلو بدك؟ شو كم كيلو؟ كيلو. دخيل ولا هاد بوسي. شرف عمي. الله أكبر. شرف. يلا الله معك.